السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله باش يكون موضوعنا عن لي كومبينيزون دو لا شاس او مارين. خاطر احنا السيري هذه باش نحكيو فيها كان على شاس او مارين وماشي حاجة أخرى. إذا كان باش نحكيو على لي كومبينيزون فما برشا كومبينيزونات، يعني كي نمشي على المجازان تاع توسكي سبور نوتيك، يعني توسكي سبور تاع بحر تاع ماء، باش نلقى لي كومبينيزون تاع لا بيسين، باش نلقى لا كومبينيزون تاع البحر، باش نلقى تاع السخف، باش نلقى تاع برشا انواع يعني تاع دي سبور نوتيك. اليوم باش نحكيو على لي كومبينيزون دو شاسو مارين، باش نوريكم ديجا دي زيكزامبل تاع لي كومبينيزون دو سخف و لي كومبينيزون دو بلونجي. كومبينيزون دو سخف متفاهمين كيما نشوفو بالسلسلة جي من تالي، كومبينيزون دو بلونجي كيف تجيب السلسلة من هنا. هذو مزوز مانيش باش نحكيو عليهم خاطر ما يخصوناش. اللي عنده ديجا واحدة من هذو مزوز وقاعد يعني يخدم بها، يعني هي تخدم ماهيش مشكلة تخدم. اما احنا باش نحكيو سبيسياليتي شاس سوماري، يعني كيفاش يلزمها تكون لا كومبينيزون تاع لا شاس سوماري. لا اله الا الله محمد رسول الله. باش نبداو، لا كومبينيزون دو لا شاس سوماري تتمثل في سروال وفيستا والا صالوبات وفيستا، متفاهمين؟ وفيها بلوزيغ ايبيسور، يعني فيها برشا ايبيسورات، فيها من 1.5 1.5 مليمتر، فما 2 مليمتر، فما 2.5 مليمتر، فما 3 مليمتر، فما 4 مليمتر، وفما 5 مليمتر، فما 5 مليمتر فيرغول 5، وفما 6 مليمتر فيرغول 5، فما 7 مليمتر، وانت ماشي حتىش كان صدقني ربي ذولي فما حتى لل 20 مليمتر. احنا كميديتيرانيان باش نحكيو كميديتيرانيان، احنا من 3 مليمتر حتىش لل 7 مليمتر ماكسيموم، يعني في الشتاء نلبسو 7 مليمتر. باش نبداو مع بعضنا ديجا باش نحكيو شنو هي الخاصيات نتاع لا كومبينيزون دو لا شاسو مارين. نبداو مثلا بالكومبينيزون هذه سي كومبينيزون دو شاسو مارين. هذه لا فيست نتاعها تتسكر من هنا، متفاهمين؟ نوريكم بعديك كيفاش تتسكر. وهذا السروال نتاعها البنطلون كما قاعدين نشوفوا لهنا، هذا البنطلون. البنطلون خاصية البنطلون يجي فيه شير تركيب كما البلاستيك هنا، يتسمى ان رونفور. كيف في الزوز شير تركيب لي دو جونو اون ا دي رونفور، باش كي نهبط في الفون وتمس ونقعد في الفون نستنى معناتها البواسون تاعي، الركيب نتاعي كي تبدا ماسح في الحجر ما تقطعليش الكومبينيزون. هذه الحاجه الاولى. الفرق بينها وبين السالوبات ديجا هذه يتسمى بونتالون تاي اوت، يعني كي نلبسو باش يجيني لهنا، تفهمين؟ سالوبات زايدة جوست بوتيتر يعني 5 سنتيمتر يعني دو بلوس يعني من البنطلون، ومعاها لي بروتيل. برشا صيادة انا ما استعملتهمش، لكن برشا صيادة ما يصحوش بها خاطر سي ان اونسيا موديل وتكبس على البوترين، تكبس على الصدر، تخليك يعني كيما نقولوا احنا ما تخليكش تتنفس بالكدا. هذاك علاش نحو الكومبينيزون استغفر الله البنطلون سالوبات وخلو كان البنطلون العادي تاي اوت. نيفو يعني بروتيكسيون ثيرميك كيف ما فيهمش حتى مشكل. لهنا لا كومبينيزون الاو دو كومبينيزون يجي كاغول انتغري ويجي معاه لهنا البعبوسه نتاعها هنا من باش تسكرها، ومن هنا يجي الغونفور نتاعها زاد. لحظه نوريكم الغونفور هنا، الغونفور باش كي تشارجي ما يوجعكش في صدرك. وحاجه ثانيه الطالون نتاع الفيزي نتاعك كما شفنا في الفيديو الاولى، اللي يحب يمشي يشوف الفيديو الاولى يشوفها موجوده على الشين نتاعي. نمبر واحد انها ما توجعكش لهنا وباش ما تقطعلكش لا كومبينيزون نتاعك زاد، باش ما تهريلكش الكومبينيزون نتاعك. هذا موضوعنا عن الكومبينيزون. عندي كومبينيزون اخرى في شكل اخر، هذايا جي كيف رونفور في الصدر. هذه حاجه باهيه فيها اللي ما فماش في الكومبينيزون الاخرى، عندك حتى دي رونفور
في الكود يعني في المرفق. كيف كيف كابوش انتجري ولا كاغول انتجري كل واحد يسميها. وعندنا كيف كيف البنطلون نتاعها اللي هو يجي باللي رونفور من لي جنو. ماذا بينا كيما حكينا البارح على لي ماسك، ماذا بينا كي نمشي باش نختار الكومبينيزون تاعي، عندي لي ريون، شفت الكومبينيزون تاعي عجبتني الكومبينيزون، قبل ما نشريها قبل ما نخلصها ماذا بيا نقيسها. قيس الكومبينيزون تاعك، جات قدك جات، ما جاتش خويا تبدل التايب ولا تبدل الماركه ولا تتعدل الموديل اخر، متفاهمين؟ خاطر الكومبينيزون اذا كانك انت ماكش مرتاح فيها كيف كيف زاد راهي باش تقلقك برشا برشا في البحر. لازمك الكومبينيزون ماذا بيك تكون مرتاح على الاخ. باش نتعداو تو الماتير، لي ماتير لا بلوبار نتاعهم يجو اكرا من برا، يعني كيما النوع نتاع قماش يتسمى اكرا إلاستيكي. كيف كيف في هذه من داخل، المشكله من داخل. قبل لونسيان موديل كان يخدم بون، عندي مورسو دو مونش يعني يجي كيف هكايا من برا كيما قاعدين نشوفوا من هنا قماش، ومن هنا كيف كيف، يعني تلقاهم بلوش من داخل ابلوش من داخل ومن برا قماش، ولا تلقاه كيما من داخل كيما من برا. هذه مشكلتها، هذه لافونتاج نتاعها انك تنجم تلبسها شايحة، يعني انت ماكش مبلول تنجم تلبسها شايحة. لكن الحاجة الخايبة فيها انها تهريك شيرة الافخاذ، وتنجم تهريك شيرة تحت تحت سولي بغا، يعني تفض شيرة الضبابط تنجم تهريك، تنجم تسبب لك يعني في حاجات يعني تقلقك في البحر. كانوا يخدموا بها برشا قبل، لكن جاء بعدها حاجة تتسمى النيوبرين روفوندو. النيوبرين روفوندو اللي هو النيوبرين هذايا كما باش نوريهولكم، متفاهمين؟ هذا النيوبرين روفوندو ولا يتسمى النيوبرين ليس، يجي ارطب ياسر. الانكونفينيون تاعو، الانكونفينيون تاعو ما تنجمش تلبسها شيحة، امبوسيبل باش تلبس كومبي. انا تو كان نحي المريول نتاعي ونحاول باش نلبس كومبينيزون تاعي، ما نجمش نلبسها، ما نجم نلبسها كان في حالة واحدة، انها نبلها ونحط فيها شوية شامبو ونخضها ونبزع ومن بعديك نلبس الكومبينيزون تاعي باش تزلق على لحم. لكن لافونتاج اللي فيها انك كي تلبسها تلمو تحس روحك تلمو الاس فيها كانك ماكش لابس حد شيء، متفاهمين؟ هذه لافونتاج اللي في الكومبينيزون نيوبرين روفوندو. فما شكون يلبسها بطريقه اخرى، ما يحطش شامبو، شنو يحط؟ يحط حاجه اسمها تالك. هذا نستعملوه للبيبيات، كي يبدا البيبي يعني مازال بالكوش وكل شيء، نستعملوه للبيبيات. الناس الكل تعرف التالك، فماش عندنا نعرفش حاجه اسمها التالك. يتشري تبيع في الفارماسي، تبيع في الجروند سيرفاس، في اي بلاصه نورمالمون سا كوت با تري شير. انا مثلا ما نستعملوش، نستعمل كان الماء لو صابونوز، يعني ماء مخلط بالشامبو. لكن نستعمل التالك في حاله واحده بور كونسيرفي لا كومبينيزون، يعني شفتوا الكومبينيزون كيفاش كلها بالتالك، باش كي نخباها مثلا للسورتي الجايه، مثلا خرجت انا اليوم وباش نخرج يعني شهر ولا شهرين من بعد، شنو نعمل؟ نحط في الكومبينيزون تاعي انا نطلعها الكل بالتالك. علاش نطلعها بالتالك؟ نطلعها بالتالك باش كي تقعد ياسر مخمله ولا مخبيه النيوبرين ما يلصقش في بعض، خاطر كي يسخن شويه النيوبرين نجم يلصق في بعض، كي يلصق في بعض انت تجي باش تحلها ويتقطع كل شيء، متفاهمين؟ باهي، هذوما لي كومبينيزون. فما زاد دي كومبينيزون يتسمو كومبينيزون روفوندو من داخل ومن برا. هذوما الحاجه لافونتاج اللي فيها انها كي تهبط سأد يعني على غليس، يعني لا بينيتراسيون يعني في الماء، كيفاش نفسر لك يعني الماء يزلق عليها، مش كيما هذوما اللي كرا الاخرى الماء يزلق عليها، باش يخليك يعني تهبط بسرعه. لكن لا كونفينيون تاعها مادامك ماكش بروفيسيونيل وماكش يعني من نوعك اللي يرد باله على الماتيريال نتاعو، ماذا بك ما تاخوهاش، وماذا بينا حنا نبعدوا عليها، خاطر علاش ياسر سنسيبل، اقل ضربه صغيره راهي تتشرق بكلها. والكومبينيزون راهي ماهيش رخيصه، ماهيش ما نعرفش انا ب 100000 ولا ب 200000،
نحكي على تونس، ارخص كومبينيزون، ارخص كومبينيزون في الجديد باش يقارك من 450 500 الف وانت طالع. سا ديبون لي بيسور زاد نتاعها. لي بيسور باش نحط لكم ان شاء الله، كان نجم تابلو وكان مش تابلو نحط لكم يعني حاجه في الديسكريبسيون يعني نتاع نتاع الفيديو كيفاش نعرف فانا يعني مثلا تمبيراتور دو نجم نستعمل 5 ملم وفانا تمبيراتور دو نستعمل 3 ملم وكيف كيف بو 7 ملم بتفهمين. حاجه اخرى في الاخر بالكل ان شاء الله ماذا بين نحكي عليها اللي هي كي نجي باش نخبي الكومبينيزون تاعي للسورتي جاي، فمش كون يخباه يتوهم. انا مانيش نتخيز ادابت يعني بالطويين، ما نحبش نطوي الكومبينيزون تاعي، نحبها ديما معلقه، نعمل لها بلاصه ونمشي نعلقها فيها. باش نعلقها شي يلزمني، يلزمني دي سانتر. سانتر سي با نامبورت كال سانتر، خاطر سانتر باش يجي فيها من داخل، ومن داخل اللي تخي سنسيبل. يعني حتى بالظفر ساعات النجم تهلك. يبيعوا فيهم دي سانتر نتاع دي كومبينيزون، كنشوف كيفاش ليس ارتب وحنين على الكومبينيزون باش يجي. كي نحطو انا في الكومبينيزون تاعي ما نخافش على الكومبينيزون تاعي، ما يصير لها حتى شيء. متفاهمين؟ كومبينيزون راهي ماشي خايسه غاليه، وماذا بينا نردو بالنا على ماتريالنا. كيما قلنا كي نحكيو على سيكوريتي، كيما نحب نحمي روحي لازم نحمي ماتريالي زاد، وهذا يعني بريمورديال، لازم تكون عندك المونتاليتي هذه باش نحمي روحي، نحمي ماتريالي ونحمي الناس اللي دايرين بي، والسيكوريتي قبل كل شيء. ان شاء الله نتقابل ان شاء الله في فيديو اخرى، والسلام عليكم.